الشركات اللي انت تبغاها، زي الشركات اللي نزلتها لكم امس مثلا، خليها في المفضلة، تضيفها هنا. بحث عن اي شركة بتكون هنا، تبحث عن اي شركة بالرمز، تمام؟ طيب احنا الحين بندخل على سباكس. الان ندخل، يفتح لنا بالطريقة دي. تدخل على الخيارات، البيع اللي هو البوت، والشراء اللي هو ايش الكول، الاسترايك هذا اللي في النص. على سبيل المثال مثلا العقد اللي تكلمت عنه او نزلته هذا، اضغط عليه كده بوت. تقدر تضيف في قائمة مراقب على طول ولا مشاهدة، انا افضل اضغط مشاهدة بعدين اضيفه بنفسي تداولاتي مثلا على سبيل المثال، وابدأ اشتغل عليه. طيب بعدين هنا لما ابغى اشتري اضغط شراء. موضوع مرة سهل، غيرت لكم الزاوية عشان الشمس، تمام؟ طيب بعد ما تفتح زي كده تنزل تحت 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 لين هنا. هنا سعر الحد، يعني شوفوا السعر هنا فوق كم، 2.65. هنا تلقى سعر الحد، انت تغيره بالسهم ذا، تمام؟ تختار من هنا حسب العرض والطلب. انا افضل الشيء ذا، انك تختار كذا 2.65، يعني معناته رصيدك لازم يصير 265 دولار من القم، وبناء عليه تاخذ. طيب الكميه تبغى تاخذ عقدين، تبغى تاخذ ثلاثه أربعة زي ما تحب. على سبيل المثال مثلا باخذ أربعة عقود. طيب هنا عندنا خارج ساعات التداول العادية لازم تكون بالأخضر، عشان أنت قاعد تتداول خارج ساعات التداول الرسمية. بعدين إيش تسوي؟ تحط رفاق الأمر. هنا تبغى تحصيل الربح، تضغط هنا مثلا تحصيل الربح وتقول اشتريه وبيع لي إياه على طول، أبغى 100 دولار على سبيل المثال. على سبيل المثال نعيد تحصيل الربح، مثلا تضغط على تحصيل الربح، تختار تقول أنا مثلا اشتريت ب 2.65، هذا قبل ما تشتري. تقول اسمع إذا وصل 3.3 بيعه على طول، وتمرر يتم العملية. أو أنه يكون عندك أمر ثاني اللي هو إيقاف الخسارة، تقول له إيقاف الخسارة، بمعنى أنه لو نزل ووصل 2.2 أو مثلا 2 بيعه له إيش أنا قمت أكلج، بيع لي بس، وتمرر تمت العملية على طول ترنك، وانت خلاص لازم يجيك امر مليء هنا.